السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه قويه جدا لمواليد برج السرطان، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. استخارتك يا برج السرطان، معاك 3 ورقات، رقم 1 و2 و3، دول 3 رسائل، كل واحد هيختار الرقم اللي يحبه وهنفتح رسالته ونشوف. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، تكتبوا كومنت جميل تصلوا فيه على الحبيب، ونفتح استخارتكم. والصورة اللي هتطلع لكم هي برج السرطان اللي هتقروها مع بداية الشهر بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله تكون قراءة مميزة وتكون قراءة جميلة. بسم الله. سورة المؤمنين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة المؤمنين يا برج السرطان، قد أفلح المؤمنين. الفترة دي حرفيا انتوا معرضين للاستغلال، خلوا بالكم. انتوا بتقربوا جدا من ربنا، عندكم تأنيب الضمير، عندكم عذاب في حياتكم بسبب الشريك، لكن بفضل ربنا الهم اللي عليكم هينزاح، وهيكون في خطوات مفرحة ليكم، في اكتمال زواج او في رجوع او في حاجة تخص الحياة العاطفية هتكون تنول مرادكم. انتوا هنا عمالين تسعوا، عمالين تعملوا حاجات كتيرة جدا، لان انتوا بتحافظوا دايما على كل حاجة في حياتكم، ودايما بتحبوا العادات والتقاليد، ودايما ما بتحبوش تعصوا ربنا في اي حاجة. لكن في ناس ما زالت موجودة في حياتكم عمالة تخطى، خلوا بالكم من اي حد ممكن يدبر لكم حفرة او مكيدة، او اي حد ممكن يحاول ان هو يلعب عليكم، لان انتوا بفضل ربنا هيكون في خطوات حلوة جدا الفترة اللي جاية، وهتكونوا اشخاص مختلفة. وعايزة اقول لكم ان انتوا في حاجة عمالة تتكرر معاكم تعبكم، لا اما كابوس، لا اما في حاجة بتتكرر معاكم، ربنا هيطفي كل الاذى اللي في حياتكم. كمان انتم متعلقين بحاجة بعيدة عنكم، عندكم تساقط شعر، البعض منكم عنده سلعة في الدماغ، عنده مشاكل في الشعر، لكن انتوا الفترة اللي جاية هتختاروا صح وهتفعلوا حاجات جديدة. مين عندكم قلبه مكسور، او عنده كسر في جسمه، او عنده يعني في حاجة تخص الكسر، لاما قلبكم المكسور، لاما رجله ايده، ان شاء الله باذن الله هيكون في شفاء، لان انتوا هتنشأوا حاجات جديدة، في مبلغ من المال جاي لكم، هتسدوا بيه ديون، هتدفعوا بيه فواتير، هتعملوا بيه حاجة. في حد عمال يدور في اوراقكم، يدور في حياتكم ليأذيكم. عندكم رقم 7، رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيدل لإما انتوا في حاجة تخص رقم 7، تخص الساعة 7، رقم 7 ده بيميزكم بحاجة، الله أعلم. انتوا دايما بتميزوا نفسكم عن أي حد في حياتكم، وزي ما قلت ان في فرحة هيخبط على بابكم من بعد الهم ومن بعد الأمور اللي عندكم عراقيل فيها، أو عندكم طمع، أو عندكم خزلان منها. في كمان حد هيفتح أوراق وهيدور في ورث، هيدور في حاجة تخص مال، وهيفتح أوراق قديمة، أو هيقعد قعدة، أو هيلم بيت، هيلم عيلة، وهيبقى في كلام في قعدة، هيبقى في كلام في أمور، وهتحاولوا تاخدوا حقكم، لأن انتوا هتحسوا ان انتوا تعبتوا فعلا، ان انتوا تكملوا كل حاجة بتاعتكم، وبفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيبقى في خطوات جديدة في حياتكم، وزي ما قلت ان هي تنطفي النار اللي جوه قلبكم، لان انتم متعلقين بحاجات بعيدة. في حد هيهديكم سلسلة، او هيبقى في سلسلة، او هيبقى في خط، او هيبقى في ربط احداث، هيبقى في كلام عندكم الفترة دي، وهيبقى في امور عكس ما انتم متخيلين، لان ربنا كريم عليكم وبيديكم اقل حاجة من عذاب، اقل حاجة من وجع، اقل حاجة من الم انتوا عايشين فيه الفترة دي. في حد عندكم بيتكلم اكتر من لغة، او انتوا بتتكلموا اكتر من لغة، هيبقى في شغل عندكم حلو الفترة اللي جاية، وهيبقى في تقدم، وهيبقى في خير، لان انتوا ما شاء الله عليكم عمالين تطوروا من نفسكم، وعمالين تخلقوا في حياتكم كل يوم جديد، كل يوم حاجة جديدة، كل يوم حاجة مميزة، وبفضل ربنا هيكون عندكم كشف حقيقة الفترة دي، وعندكم افعال جديدة لجميع المستويات بتاعتكم. كمان عايزاكم تهدوا اعصابكم الفترة دي، وبلاش العصبية، وبلاش ان انتوا طول الوقت تلوموا في نفسكم وتلوموا في ضميركم، لان انتوا هنا ما بتلوموش حد غير نفسكم على كل حاجة في حياتكم. في حد عايز يطلب منكم حاجة، في حاجة انتوا مش بتمتلكوها، يعني هم شايفين
ان انتوا بتمتلكوا الحاجه، لكن انتوا مش بتمت... مش 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 بتملككم او مش بتاعتكم. فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، عندكم ورود الفتره اللي جايه وعندكم امور هتوضح قدامكم وهتحطوا نقط على الحروف، وبسم الله ما شاء الله عليكم هيرجع وشكم ينور تاني الفتره دي، لان انتوا في حاجات تعرضتوا عليها كتيره ما كنتوش راضيين عنها. عندكم برج العذراء، في علاقة تخص برج العذراء، في كلام يخص برج العذراء، او في حاجة تخص عندكم عند الله اعلم، بس في حاجات تخص برج العذراء. وكمان عندكم برج الثور وبرج الجدي. برج الجدي حس يعني هو برج الجدي انتوا في استغلال بينكم، او في ممكن يكون برج الجدي طيب بالنسبة لكم، بس في حد يعني حد بيأذيه او عنده تراكمات. وبرج الثور كان في عنده حد عمال يأذي فوق دماغه، عمال يتحكم في حياته. في امور عندكم كانت منعكسة جدا، فانتوا حاولوا تهدوا، حاولوا ان انتوا ما تحكموش على الشخص اللي في حياتكم غير لما تفهموا الظروف اللي هو فيها. انتوا عندكم حاجات اتغيرت، شخصيتكم اتغيرت. الفترة اللي جاية هتمسكوا مبلغ من المال، هتشتروا تليفون، هتشتروا عربية، او يعني هتشوفوا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها وهتشتروها. كمان شخصيتكم اتغيرت، لبسكم اتغير، اسلوبكم اتغير، في حاجات في شخصيتكم مش يعني في حياتكم الشخصيه اتغيرت. طب هي ايه؟ اولا اصبحتوا ما بتقولوش تعاتبوا، وما بقيتوش تقولوا لحد انت اتكلمت عليا، بتسيبوا اللي يتكلم يتكلم. ثانيا بقيتوا مهما تقعدوا في مكان او مهما تقعدوا في اجتماعات او في حاجات بتتجنبوا المناقشات، وتتجنبوا انه يعني تدخلوا في جدال مع اي حد. وبداتوا تبصوا للناس اللي ممكن تاذيكم بترحلوا عنها وبتبعدوا عنها فورا، وما بقيتوش تتقبلوا صدمات من حد، بدأتوا كده تسكتوا وتمشوا، تلموا اوجاعكم وتمشوا. كمان انتوا بدأتوا يعني نضجتوا عن الاول، في الاول كنتوا فاتحينها كده على الفاضي وعلى المنان، دلوقتي لا، الوضع اتغير واتقلب الامور. كمان انتوا عايزين ترموا السهم بتاعكم على حد، السهم بتاعكم عايزين ترموه على حد يعني تعبكم. وخلي بالكم الحنية بتاعتكم دي وقعتكم في مشاكل. كمان ان انتوا بتتعلقوا باشخاص بتأذيكم، ده اكبر غلط، فخدوا بالكم كويس جدا من الناس اللي حواليكم. مين بقى الشخص الغامض اللي عندكم اللي متقلب المزاج؟ الشخص ده عامل زي التعبان، هو في حياتكم متقلب المزاج، شخصيته سلبية، بيقرب منكم بس هو تعبان، ربنا بإذن الله هيكفيكم شره، عمال يتجاهل فيكم يعني بيعملكم كده بطريقة مش لطيفة، وانتوا مش حابين الطريقة دي، بس انتوا ساكتين ساكتين ليه؟ الله أعلم، بس انتوا عندكم طاقة سكوت، يعني مش ايه اللي بيحصل بس ساكتين. وفي نفس الوقت انتوا مش راضين عن اللي هو بيعمله معاكم، وبتجهزوا له ردة فعل رهيبة. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا اصحاب منصب حلو جدا، البعض منكم هيكون صاحب معرض ازياء، البعض منكم هيكون عنده شهرة، او انتوا داخلين في مجال شهرة، انتوا هيكون في تميز حلو جدا. من اكتر الامور اللي هتكون فيكم يعني هيكون فيها تميز، او ناويين في رحلة كمان هتطلعوها، في طاقة تانية هتعملوها. طيب انتوا لازم يعني لو انتوا بتحبوا البحر اقعدوا على البحر، لو انتوا بتحبوا القهوة روحوا اشربوا قهوة، بتحبوا السفر والتنقلات لازم الفترة دي تعملوا حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي هتخليكم تخشوا في طاقة ايجابية، وبإذن الله هتلاقوا الاستقرار عندكم النفسي. وبلاش تأنيب الضمير اللي الناس بتوقعوا عليكم وانتوا ما تستاهلوش، انتوا عندكم تأنيب الضمير كده رهيب جدا، ماسك فيكم وملازمكم بكل حاجة. الفترة دي في حاجة هتمسكوها بين ايديكم، والحاجة اللي هتمسكوها دي اي نعم هتخليكم تفكروا زيادة، وهيبقى التفكير زيادة عندكم، بس في نفس الوقت الوضع الصحي بتاعكم هيتحسن، والاستقرار اللي انتم مستنيينه بإذن الله الأضواء كلها هتكون لصالحكم. انتم مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتم الامور بدأتوا تاخدوها بحساسية زايدة، وعشان كده بدأتوا ان انتم يعني تزعلوا شوية على نفسكم وتقولوا احنا طول ما حد هيأذينا هنبعد عنه. طيب معظمكم بيعاني من ايه؟ معظمكم بيعاني من كتر النسيان والصداع المستمر.
البعض منكم بيعاني من قلة التنفس والإرهاق والتعب، وبتجيلكم خنقة، البعض منكم عنده قولون عصبي، في شوية أوجاع كده بتحصل لكم، سخونة، بتصحوا من النوم بتلاقوا علامات زرقاء في جسمكم ومش عارفين التفسير، ده كله علامات الحسد، علامات الحسد الشديد اللي وقع عليكم من الناس اللي انتوا فيها حاليا. فالفترة دي حاولوا تبعدوا عن أي غضب، عشان انتوا مضغوطين نفسيا، ومن كتر الضغوط دي انتوا مش حتى مش هتستحملوا نفس اي حد، اي حد هيفكر او يحس او انت تحسوا بس كده احساس واحد بس ان هو ناولكم على شر، ما يزعلش من ردة فعلكم. مين بقى الست اللي من عيلتكم اللي بتدعي ان هي بتحبكم وهي مش بتحبكم، مجرد ما بتشوفوها بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حصلت معاكم اكتر من مرة، انتوا مش بترتاحوا لها خالص، وبتقول الست دي مش كويسة. الفترة دي انتوا هتاخدوا قرار، وعشان تاخدوا القرار ده وما تندموش لازم تفكروا صح، وعايزاكم ما تاخدوش اي قرار في وقت عصبي، علشان وقت العصبية انتوا ما بتشوفوش قدامكم. في شخص بيخدعكم في مجال الشغل، في مجال العمل بتاعكم، داخل حياتكم من مدة، الشخص ده عمال يخدع فيكم وهو خاين، خدوا بالكم منه وما تصدقوهوش في اي حاجة يقولوها لكم. كمان انتوا هنا حد ظالمكم، رغم ان انتوا مالكمش ذنب في اي حاجة، وانتوا كنتوا بتحبوه وبتضحي او بتضحوا من اجله، بس اكتشفتوا انه فعلا الشخص ده انتوا اتأذيتوا منه فقررتوا ان انتوا ترحلوا. كمان انتوا هنا في حاجة هتفرحكم قوي وهتفرج همكم، وده برجوع حقكم من الناس اللي ظلمتكم، دموعكم جوه عينكم، وعشان كده ربنا هيجبر بخاطركم كلها ايام معدودة، وراح تنتصروا على اي حد كان سبب في يوم من الايام في دمعة عينكم، او كان سبب ان انتوا تحصل لكم اللي انتوا فيه حاليا. ما شاء الله عليكم، لا عندكم حسن حظ حلو، وعندكم لقاء مع شخص اللقاء ده هيخليكم مبسوطين جدا، وهتحسوا قد ايه ان ربنا يعني عوضه حلو، وهتقولوا الحمد لله ان فعلا ربنا اكرمنا من بعد اللي احنا شفناه من الناس المنافقة. فما تزعلوش على اي حاجة تتأخر عليكم، انتوا لو عرفتوا قد ايه ربنا مرتب لكم حاجات حلوة او قد ايه في فرحة عندكم، ففعلا هتكونوا مبسوطين جدا ان ربنا هيرجع لكم حقكم في الوقت المناسب، في الوضع المناسب، في الطاقة المناسبة، الله اعلم، بس ان ما شاء الله عليكم يعني هيكون في نور من بعد الظلمة، هيكون في طاقة جديدة من بعد كسرة القلب اللي اتكسر قلبكم بيها اكتر من مرة. رغم كده برضو خطواتكم سريعة، حسن حظ عالي عندكم، واسم مفتوحة، كمان انتوا هنا في اوراق بتجهزوها للخير، او في طاقة جديدة انتوا هتفعلوها برضو للخير، في اكتر من حاجة انتوا هتاخدوا فيها قرارات حاسمة، وهتكونوا صدقوني مبسوطين جدا. كمان في خطوبة او في زواج عندكم، او لحد من العيلة، حد من الصحاب، حد من الناس اللي انتوا تعرفوها، وهتروحوا وهتحضروا المناسبة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا، وهيكون في تغيرات حلوة، او هتبقى في قعدة جميلة، امور حلوة، بس في وضع حلو جدا انتوا بتدوروا عليه، او امور هتستقر عندكم. كمان في تجهيزات لسفر، تجهيزات لأمر جديد، بس انتوا عندكم تقلب المزاج شوية، مضايقكم شوية، يعني مش عارفين انتوا بتبدأوا ازاي او بتعملوا ايه، بس حرفيا عندكم تقلب المزاج. كمان انتوا شايلين من حد، الحد ده فرق بينكم وما بينه سن، شايلين منه بشكل كبير جدا، يعني زعلانين منه، بتقولوا له انت غلطت في وقت ما كانش ينفع تغلط الغلط ده، الله اعلم، بس انتوا عايزين ترحلوا عن الشخص ده بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان انتوا خدتوا قرار وندمتوا عليه،
فلازم الفترة دي تخلوا بالكم بقدر المستطاع من اي حاجة غلط انتوا ممكن تقعوا فيها، عن اي حاجة انتوا ممكن حد يوقعكم فيها حتى لو كان من غير قصد. بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا هنا حاطين او جايبين ورقة وقلم وبترسموا مشروع قدامكم. المشروع ده هينجح نجاح كبير جدا، وهيبقى فيه امور مستقلة ليكم، بس ما تدوش اي حد طاقتكم، وخدوا بالكم لاما هيعود لكم حد، لاما هتعيدوا الثقة بتاعتكم، لاما هتكون ايام مبهرة مليئة بالمفاجآت على حياتكم، وفي نفس الوقت هتعود ثقتكم بنفسكم اللي انتوا حاسين ان هي ضايعة وهي اصلا مش ضايعة. انتوا بس كده عشان المواجهات اللي عندكم، او بمعنى صح علشان انتوا تعبتوا كتير مع ناس كنتوا بتحبوهم او اتصدمتوا منهم او ما توقعتوش بمعنى صح ردة الفعل منهم، وعشان كده الفترة دي هي فترتكم لتثبتوا خطواتكم بالشكل اللي انتوا محتاجينه مش الناس اللي محتاجاه. في حد عايز يصالحكم، حد كده حنلكم تاني، او في حد عندكم عايز يصالحكم. الحد ده انتوا ما بتحبوهوش، وفعلا لو جه قدامكم انتوا والله اعلم ممكن تعملوا فيه، انتوا ممكن تمسحوا بالبلاط. الشخص ده انتوا بتكرهوه كره العمى، بتقولوا عليه انت شخص منافق، وهو فعلا منافق، وعشان كده انتوا في فترة من الفترات قطعتوا علاقتكم بيه. هو بقى حابب يرجع لكم تاني، ف انا هسيب لكم القرار، انتوا اللي تقرروا اذا كنت هتتقبلوا ان هو يدخل حياتكم تاني ولا هتمشوه من حياتكم. طب الفترة دي انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين جواز ولا مستنيين تغيير ولا مستنيين ايه بالظبط؟ في حاجة انتوا مستنيينها بقدر المستطاع، والحاجة اللي انتوا مستنيينها دي هتحصل، ما تقلقوش هي هتحصل بإذن الله، وهتلاقوا نفسكم كده تتجوزتوا حاجات كتيرة جدا. وبلاش الصراحة اللي بتوقعكم في مشاكل، لازم تتعاملوا بالشخص، بتتعاملوا بالمعاملة بتاعت الشخص اللي قدامكم، يعني ما تتعاملوش ان انتوا طول الوقت طيبين وان انتوا طول الوقت كده حابين الحياة، لا، اثبتوا وجودكم في المكان اللي انتوا تستحقوه مش اللي هم يستحقوه. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا لما بتثبتوا وجودكم انتوا بتطلعوا من اي ضغط نفسي، وهم اللي بيقعوا في الحاجة بتاعتهم السلبية. كبريائكم بتخليكم تدخلوا في فترة منعزلة بعيد عن الناس، وعشان كده انتوا بدأتوا ان انتوا ايه ما تدوش حد امان، ولا بمعنى اصح بدأتوا ان انتوا تبعدوا، وما بقيتوش تقدموا تنازلات زي الاول إيه. وبتقولوا يا رب ابعد عننا ناس كتيرة عارفيننا عشان مصلحتهم. كمان انتوا من كتر ما اتخدعتوا في ناس كتيرة من اللي حواليكم ما بقيتوش قادرين تثقوا في حد تاني، او ما عايز مش عايزين اصلا تثقوا في حد تاني، وما بقيتوش كمان تميزوا ما بين الكويس والوحش، خلاص انتوا قلبتوا على الكل. وده ليه؟ ده علشان انتوا فعلا ظلمتوا نفسكم وظلمتوا يعني الناس حتى اللي كانت بتحبكم. ليه؟ علشان خاطر انتوا ما بقيتوش عند تثقوا في حد زي الاول. لما تتعرفوا على حد صديق او تتعرفوا على حبيب، يعني تتعرفوا على حد، بلاش مجرد ما تتعرفوا تبوحوا على طول عن كل حاجة في حياتكم، ولا تحكوا على عيوبكم ولا على مميزاتكم، خلوا اللي قدامكم هو اللي يكتشف ويكون حابب ان هو يكتشف. وبلاش تثقوا في الناس بسرعة، يعني انتوا خلاص قررتوا ان انتوا ما تعملوه ما تثقوش في حد، وبالفعل ده اكبر صح انتوا بتعملوه حاليا. ما بقاش عندكم تناقض، خلاص بدأتوا تهملوا وترحلوا وتمشوا. ليه بقى؟ علشان انتوا في استقرار في الحياة العاطفية. اي نعم اختياراتكم برضو كانت في العاطفة فيها يعني غلط، وكنتوا بتغلطوا، بس حرفيا بدأتوا تشوفوا الحياة بشكل مختلف. طيب ايه هي كانت برضو مشكلتكم اللي انتوا كنتوا بتعملوها دايما وبتغلطوا؟ ان انتوا اشخاص تلقائية، بتتعامل مع الناس بحسن نية، كنتوا أشخاص واضحين جدا في كل التعامل، كنتوا أشخاص ما بتعرفوش النفاق ولا الكذب، ودايما كده عندكم يعني انت وحش وحش انت حلو حلو،
يعني ما بتعرفوش تزيفوا الكلام، ما بتعرفوش ان انتوا علشان ترضوا اللي قدامكم فانتوا تقولوا له كلمة حلوة، لا انتوا بتقولوا فعلا كل اللي بيجي ببالكم، وده اكبر غلط. وضحكم وشخصيتكم اللي كانت دايما كده بتتكلموا فيها بتلقائية، ده فعلا وقعكم في مشاكل. بس برضو على قد ما وقعتوا في مشاكل، على قد ما استسلمتوش ابدا. مفيش حاجة اسمها استسلم، لا انا هفضل اكمل وعافر حتى لو اخر نفس في عمري او اخر نفس في كلامي، لا ما بيقاش يفرق معاكم اي ضغوط مأثرة عليكم في اي طاقة معينة انتوا بتحاولوا تحققوها وبتحاولوا توصلوا لها، علشان في فترة ايجابية او فترة تغيرات حلوة في حياتكم. كمان انتوا معروفين عنكم ان انتوا اقوياء جدا، رغم ان مريتوا بخيبات امل وفراغ كتير جدا على اوشط الامور في حياتكم او على ابسط الامور، بس مازال اقوياء ومازال بتتحملوا. وعشان كده في جبر خاطر من عند ربنا هيخفي الاوجاع بتاعتكم اللي انتوا مازال بتعانوا منها، او الاوجاع اللي انتوا مازال تعبانين فيها او تعبانين في حواليكم. يعني كمان حواليكم ناس في قمة الحقد والغل ونقارين الجميل، خلوا بالكم. ومنهم اول واحدة مرات الاخ، وفي منهم كمان من الاصدقاء، فانتوا خدوا بالكم من النقطة دي. وزي ما قلت ما تأمنوش لحد. اغلب الوقت تليفونكم صامت، اغلب الوقت التليفون بتاعكم صامت وعدم الازعاج، وما بقيتوش تردوا على حد، ما بقيتوش تدوا حد. بقى عندكم النوم ده وقت ما بيجيلكم اصلا، علشان انتوا اصلا ما بتناموش، فوقت ما بيجيلكم النوم خلاص خط احمر، مهما يحصل او مهما يكون او ايه الامور اللي عندكم خلاص. كمان نومكم خفيف جدا، فما بتصدقوا تناموا، انتوا بتصحوا من اقل حاجة. رغم ان انتوا دايما ملتزمين بكل حاجة، يعني رغم ان انتوا بتعانوا من الارهاق والتعب والمسؤولية وحاجات كتيرة جدا، بس عندكم مواعيد دقيقة، يعني بتحبوا المواعيد الدقيقة جدا، وما بتحبوش ان انتوا يعني المواعيد بتاعكم تكون فيها حاجة غلط. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان عندكم طفل انتوا بتحبوه جدا، بتحبوا تشوفوه، بتحبوا تشتروا له هدايا، في طفل انتوا بتعشقوه حرفيا. اقدر اقول كمان ان انتوا هنا في حقيقة، الحقيقة دي هتكتشفوها، ومن بعد الحقيقة دي هتطبطبوا على نفسكم وهتعتذروا لنفسكم، لان انتوا دخلتوا نفسكم في مشكلة وما كانش ليكم اي داعي ان انتوا تدخلوا نفسكم فيها. ففعلا هتعتذروا لنفسكم وهتبدأوا تعملوا حاجات جديدة، والايام اللي عندكم بدأت تتحسن، وهيبقى فيه تحسن حلو، وهيبقى فيه تفاؤل حلو جدا هتحسوا بيه من وقت للتاني. انتوا بدأت تجعلوا الايام اللي انتوا فيها في تحسن، والاوضاع بتاعتكم بدأت تلعب دور كبير جدا، وما بقيتوش كمان تحبوا حد زيادة عن اللزوم. لا انت هتقدم لي حب انا هقدم لك حب، هتقدم لي اعطاء انا هقدم لك اعطاء. لإما انتوا لإما الشريك عندكم دم حامي. يعني ايه؟ يعني في حد بيحب التاني كده بطريقة مش متخيلينها، او بمعنى اصح بطريقة رهيبة، من كتر الحب اللي انتوا بتحبوه للطرف التاني انتوا الامور عندكم بدأت تتغير او تختلف. بدأ ان انتوا الحاجة اللي انتوا بتحلموا بيها عايزين تحققوها، الهدف اللي انتوا حاطين ببالكم عايزين توصلوا له، في حاجات كتيرة جدا. واقول لكم تاني، البومة اللي تراقبكم في صمت وهي بتتجسس عليكم، او الحد اللي بيتجسس عليكم ده، طول ما هو مش قادر يواجهكم ولا تدوه اهتمام، في حد بيتجسس على كل حاجة في حياتكم، بيراقبكم على كل الاوضاع. وبكده نكون خلصت قراءتنا لمواليد برج السرطان، ودلوقتي نختار، ادي رقم واحد، ادي رقم اتنين، ادي رقم تلاتة. طيب رقم واحد، نشوف الناس اللي اختارت رقم واحد ونشوف الرسالة بتاعتهم. لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك الى الافضل باذن الله. دي بالنسبة للناس اللي اختارت رسالة رقم واحد. طيب رسالة رقم اتنين، تعالي انت مش عايز تفتح ليه؟ رسالة رقم اتنين، ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب نشوف رسالة رقم تلاتة للناس اللي اختارت رقم تلاتة.
بسم الله. أمورك المالية في تحسين، فالخير قادم إليك، الله يعلم ما في قلبك وسينصفك الله في كل أمورك بسم الله. يعني ربنا هيكرمك في كل أمورك وسينصفك على كل حاجة أنت عايزها. لو عجبتك القراءة ما تبخلش عليا باللايك وبالتعليق الجميل. تحياتي لكم.